من ضرورات سعد في أشرار. واش ما كاينينش الضيوف فاش غادي نخدم؟ شوفي بنتي راكي ما غادي تطيحي غير في مكفس. سوليني انا اش داز عليا قبل ما ناخذ باك الله يرحمه. درت على شي 20 دار وكل دار مولاتها فيها شي لوله. لا وهمي ماشي بحال هادي. وعباد الله اختي وخليها في السطور ما قدرت تقول لها تدخلي. وغير الدار انا كنقلبها 10 ديال المرات في النهار. راك حتى في تهدو امي واش ما عزيتش عليك؟ كيفاش ما عزيتيش عليا؟ على انت ماشي بنتي ولكن الله يعملها الضعف. امي راك تفيقني في المصاصه ديال الليل باش تسولني واش المواعيد تغسلو. وغير البارح تصبين انا عاودت ثلاثة ديال المرات وشليتو جوج المرات هي كتعرف التصبين ديالي وطلعتو تسطحو طلقتو في الحبل ومن بعد لا هي شداتو وجبعاتو ولحتو عليا وقالت لي سيري عاوديه. كاينه طحت بحال هادشي وكثر. ما عليك بنيتي الا تصبري حتى يحمى. شفتي امي جاي تعطلت عليك عرفتي كنت كنقلب عليهم ما عرفتش فين درتهم. ما كاين باس اش مالك انت واقفه قدامي بحال المنخار. سيري شوفي الكوزينه شنو خاصها وسيري دخلي اختك معاك تعاونك وعاودوا المعلم اللي حكيتي البارح عاودوهم بالحكان. راه العوين مع النصاره ولا الكلاص خساره. بقيت هزي عليا تما يديك. يلا طرف على هاد بنات اليوم يا لطيف ليك زقات لهم اولا عرفتي ما باغين يدير والو باغين غير يسمعوا ويبرقوا هادشي اللي كاين. مصاب يكونوا هما هادوك باش ما تعذبيش تبقى غدا ماجه. وعلى الله بسم الله بلاتي. ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها تسعود ها عشر. الله يفرقنا بلاتنوم هكا لالا. بسم الله أريد بسم الله بلاتي سكيت واقيلا ماشي هما داكشي وماشي هو هذاك. نعاودهم بالحساب. بلاتي ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية ها شو نقصن؟ شو يديك؟ وقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا قد عمر أي طيحة يا لطيفي راسه مشطون عرفتي الشطنة قطنة كتوقع الله يكون في العوان. بسم الله أرى يديك. ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة خمسة. شحال تما قلنا؟ هادو خمسة. خمسة زيدك واحد هادي ستة. ستة ها سبعة ها ثمانية تسعود عشرة. الله يفرقنا بلاد نوف. هما هادو كان حاجة هما هادو عشرة هما هادو هما هادو كشريف. سير الحاجة ما نحتاجش نوصيك على زهرة هاديك راه بنتكم. عيبة هنية تقولي هاد الهضرة. شتي زهرة وبنتي سناء ما عندي حتى شي فرق بيناتهم والله شاهد عليا. ما فيها حتى شك. هيا عيط ليها سوليها. انا بعد المرات كنحكوا عليها على الشغل ولاني مصلحتها غدا ولا بعد غدا تمشي عند راجلها ويلقاها نقصات على مش غايقول عند من كانت عند فلانه. ايوا كاين هادشي ولا لا؟ كاينه. واش شتي ربي يخليك الحاجه ويخلي لك سيد الحاجه ولاين.
ايوا ندوز الحاجه. الوليدات خليتهم ما عندهم ما ياكلوا، البنيت راه خليتها في السطوان كتعاين. خيار وملي الوليدات ما عندهم ما ياكلوا، بنتك بوحديها في السطوان وباقا تبعك الطريق، ما نحسركش للغدا. الله يهنك. ومره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. زهره سلمي. اجي سلم على امك. سلمي لي على سيد الحاج وعلى صافا. امي غدا ايوا خوت كيبقاو بوحدي هما بنتي. سلمي عليهم شي مره نجي نشوفهم. ايوا خليتكم. اجي اجي هنيا جلس. جلس لابس الحاجه. جلس لا غير جلس جلس جلس. جبد داك الفلوس. الفلوس جبدو. ها هما ها نعاودوهم بالحساب. ها وراحنا حسبناهم جوج المرات الحاجه ونحسبو نحسبوهم حتى 10 ولا 20 مالناش خاسرين. نعاودو نحسبهم. انا شاكه مع الراس دايخ. كتوقع الشريف الله يكون في العون. شفتي دابا مامتي شنو دايزه عليا؟ مالك انت يا شنو كتبرقمي تما؟ اه كنقول والو. تقال لك ان شاء الله. شحال قلنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، سبعة، قلنا سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. الله يفرقنا بلا ذنوب. هاكا لالا. إوا دابا تهنيتي هما هادوك. شتا أختي ملي كتشوفي أمك كتزاد فيك ضلعيك لاباس. زهرة أزهرة أمك هي غادة. غنبقى غير انا وياك. عرفتيني فهمتيني ياك؟ هاكا لالا. ايوا ما تديش عليها الحاجه. ما نديش عليها. ها هو رد بالك الدنيا مخالطه ديروا مشونك. ايوا خليتكم على خير. سلامه. واش تي امي كيفاش عايشه انا مع هاد المراه؟ وغير صبره بنيتي، هذيك راه ماشي لخاطرها، واللي شاف شي حاجه يقول الله يستر. تعطلت عليك بنيتي. تعطلتي عليا امي وخليتيني جالسه هنا بوحدي. عفاك اختي لما تسمحي لي راه بسببي تعطلات. واش غنديروا بنيتي مع هذيك الحمقره؟ ما كتعطيك داك جوج فرانك حتى كتحمقك عليهم. ايوا هذيك الساعه خليني نمشي حتى تسالي شغلك وتبعيني. ايوا دابا غير سكتينا، حنا غادي نمشيو نشريو لك داك الشيء اللي بغيتي. ايوا عرفتي بعدا شنو خاصني؟ خاصني انا لاله السبرديله اييه والسروال وحتى الصنداله واخا يكونوا رخاص. على لاله شحال قبطنا؟ لولوفات راه يلاه كلها 10000 ريال. المهم انا شري لي داك الشيء اللي خاصني ودبري راسك. ايوا اخوك اللي تابعني بغى صباط واختك جلابه والماكله. منين عندي انا هذا الشيء؟ منين شي هاد الهضره؟ انا راه ما عندي ما ندير بها. يا قلتي لي غتشري لي الحوايج ايوا شريهم ليا وسكتيني عليك. شي امي بلاصه ديك الجلابه اللي غتشري ليا شري لي عفاك اللي بغات. واخا لالا حنا غادي نشريو لك داكشي اللي بغيتي. غير كون كنقول لك فين غادي يمشيو هاد الفلوس واش غادي يقدونا بعدا ولا لا. انا راه ماشي شغلي، راك عارفه كيف ديري. ايوا يكون خير ان شاء الله. ديري لي خاطر عافاك امي. سيري بنتي ادخلي الله يعاونك. سلام. مالك تعطلتي فين بقيتي؟ قلت غير مع امي. راني ما عطيتها حتى حاجه. الله يغصبك. على انا قلت لك عطيتيها ولا ما عطيتيها؟ وزيد عاودي هاد الصالون ونفضيه من الغبره. يلا ياك عاد قدينا غير مور الفطور. عاودي قديه، راه جلست فيها امك وترون. بغيتي يخرج عزيزك ويلقى مرون. كتعرفي هو فيه الوسواس ويقول لك شكون اللي كان عندكم. عزيزي ظريف والله ما كيقول شي حاجه. ونقص نقص هضر. الله يغصبك. دي داك الصينيه وغسلي داك الكيسان مزيان، غسليهم فركيهم 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 مزيان، وعاودي ديك العطريه بالتنقيه. والله على لعنيتي ياك عاد بقيتها فوق ثلاثة ديال المرات. فوق ثلاثة ديال المرات وربعة وخمسة وستة مالنا؟ راه كلشي ولا كيتباع مزور وكلشي فيه الدوايات. ايه وعشرة ديال المرات. عشرة ديال المرات؟ شتك اختي كتمزي عليا ياك لاباس. حاشا على انت ديال الطنس. حاشا حيانا عليك يا الزرمومية. الزرنا اللي عارفك. ما يزيد النفس الا ما يزيد النفس الا سيد المكي؟ باقي متكي؟ انا متكي كنقرا الجريده. وقل لي انت بعدا هذاك خالد وقتاش غادي يرجع؟ ما حد مشى يا لالا الدوج عاد مشى. ودخلت عليك بالله دابا علاش هاد خسران الفلوس؟ علاش هاد الصفر؟ دابا ما يجي حتى يكون طرق داك الفليسات كلهم اللي خدع. يا لالا خلي الولد يرتاح مع راسو. حيانا عليك انت وياه كتفقوا انتوما بجوج. وقل لي دابا طلقني للفراجه واش دخلت علينا ولا لا؟ والله ما عرفت. انا كتعرفني هادشي ديال الحفلات ما عنديش معاهم. ورانا قلتها لك. ايوا ها بابا يلا تمشي تفوج معنا شي شويه. راه حتى لطيفه اختي وراجلها غادي يكونوا تما. وعلاش ما كيدوزوش لعنا؟ ايوا مسكينه اختي لطيفه ما كتساليش من شغال الدار وعاد الخدمه، وحتى عبد اللطيف راجلها ما كيساليش مسكين. على ما عندهم متعلمه والو حتى شي وحده ما بغات تكتب لهم.
الله يجيبك على خير. ما عرفش انت كاع هادشي اللي طاري؟ راه غير سناء بنتي الله يرضي عليها كتمشي تعاون اختها مره. ايوا وقريتها؟ ما تخافش عليا بابا، انا كندير هكذا وهكذا. وقل لي بعدا دابا طلق لي الفراجه، واش دخلت علينا ولا لا؟ اي ما عرفت، انا كتعرفوني راه ما قلتها لك بلاتي. واش هادشي غادي يكون عندهم مختلط يعني ميكس؟ وراه هادشي اللي كاين. زوينه عندك هذا مختلط، وعلى انت ما عرفتش هادشي؟ راه من شحال هادي وكيعجبك. وانا كتعرفوني ما كيعجبنيش هادشي، ورانا قلتها لك. خلاص بابا، هادشي راه ما بقاش يتمنو. هذاك الوقت راه تبدل. تبدلت عليكم نتوما، اما انا عليا لا، انا غادي نسرح رجليا. ايوا قبل ما تنوض تسرح رجليك طلع. طلع؟ اش غادي نطلع؟ الفلوس. وعلاش عاودتني هاد الفلوس؟ لاش؟ باش نشري الكادو، باش نحمر وجهي قدام قراناتي، هادشي علاش. اعطيها بابا الفلوس، راه خاصها ما تحشمناش قدام الناس. حياني عليكم، ما كتهنا وحتى كتنشكل لواحد فلوسو، عاد تبقاو على خاطركم. ربي يخليك لينا بابا، والله يطولنا في عمرك. واخا لالا، شحال خصك لالا خدوج لها الكادو؟ ايوا على الاقل، على الاقل خصني واحد 10,000 ريال، هي القليله. كتعرف الفلوس ديال هاد الوقيته راه ما بقات فيهم بركه. جاتك بقاي لي على خاطرك. ايوا شنو؟ غتعطيهم لي هنا ولا غندوز عندك للحانوت؟ اش غادي تدوز للحانوت؟ راه عندي شي بركه في المليون نعطيك منها. شفنا كنقول لك غندوز عندك للحانوت، كيركبوا لك العفرت السليمانيه ياك لاباس. شنو عندك في داك الحانوت؟ ما تقلقيش، بقى على خاطرك، ما تقلقيش. ما تقلقش، بقى على خاطرك. حيانا عليك سناء. عفا بنيتي تخرجي معايا، ملي كنبغي نشري شي حاجه كيخصني اللي يكون معايا باش نختاروا انا وياه. واخا ما يمكن ليش يا ماما، خصني نمشي لافاك وعاد خصني نرجع باش نمشي معاك للحفله. ويلا وكي غيكون فيا شنو معمول؟ وانا ما كنعرفش نخرج بوحدي. دي معاك المتعلمه. والله الا بصح ديها معاك ماما، راه تعاونك. معايا الخدامه حتى هذيك غادي نديها معايا وغنتكل عليها تختار ليا كيتها وهي وذوقها وحالتها وشفيتها، لا هي ولا ما ولباسهم. ايوا اش غندير؟ ما عندي ما ندير، نقضي بها وصافي. والله ما عرفت شنو نعمل معاكم، ما خليتوني لا نتكا ولا نخرج نشرح رجليا، ما كاين غير الهضره وجبد الفلوس 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 الفلوس. انا نايضر. ايوا نوض. ها دز المري هو الاول، هو الاول جبد الحبه الفلوس، هو الاول. شحب الخاطر لالا؟ راه قالك شحب الخاطر، راه قالك شحب الخاطر. وا سمعت انا شي سمكة؟ كحل شوية ارى ليا هذاك. هذا؟ لا اللي فوق منه. هذا؟ لا سيدي، لا لا اللي فوق منه. هذا؟ لا سيدي، اللي حدا الفختي. شتي خلي الفاختي وحسب ثلاثة ورا هذاك اللي فوق منه. الفاختي حسب ثلاثة هذاك اللي فوق منه. هذا؟ لا سيدي لا لا، وعاد نعطيك السر لما حل معايا دماغك وسمعني اش كنقول لك. الاخر اللي فوق منه هذا حسب، قلت لك حسب ستة اللي تحت من ست. هلا ها واي هذاك هذاك. اي هي عندك عندك غير شوية. اي 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 لا 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 ويلي حالته هذا كيضرب على الشعه. ارى كحز ارى هذاك
لا سيدي هذا. لا لا شتي ضو الصباح ضو الصباح القوقي اللي فوق منه إيه. خلي القوقي اللي فوق منه إيه. ارى لي الفختي ايه ايه حسب اللي درتي عليه صباعك الاول قبل ما تحسب سته واخا هذاك هذا اللي حدا الفخري خلي الفخري اللي حدا انا قلت لك اللي شوف الله يخليك ركز معايا حل معايا دماغك واخا لا بيكون يخدم الله يعطيك الستر هذا لا ها اللي درتي عليه صباعك الاول هذا ودابا هذا شحال كتقول فيه هذا 900 درهم شحال هي 900 درهم هي 18000 ريال 18000 ريال ولا واسمح لي خداوه الناس حبابي ما يكذبوش عليا خداوه غير ب 12 حرام حرام الحاجه واش نزيد عليك ولا الحاجه راسك قلت لك خداوه غير ب 12 ما يكذبوش عليا وكلامك هو الكبير وخذي ب 800 يلا شحال هي 800 16 لا انا من غير 12 ما نزيدكش صافي بغيتي هو هذاك ما بغيتيش خليني نمشي بحالي ملي بغيتي خذي ب 700 وصافي قلت لك 12000 ريال ما نزيدكش عليها فرانك صافي هادشي اللي كاين شحال قاصحه الحاجه والله لا قاصحه يلا وقطع وقد الغار ووفي ها انا غنوفي الله يودي مالك انت كتنفخ مالك ينفخوا عليك السبوعه ان شاء الله هانا ها حق البقص هانا هلو فالح يلا وقد الغرض بسم الله ده 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 ويلي انا ما عليتش عيني ويلي غزال هذاك اللي فوق شهوه منه بغيت هذاك انا مزوقه فيك هذاك فين هو الفوقاني ويلي غزال هذاك ويلي انا ما شفتوش شيء لعاد مالك تحتين ونوض نوض غير انا مزروب بصح لا 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 ما تليش بيع ما بيع شيء ما بيع شيء لا لا سلي ما تليش بيع ما تليش بيع لا صافي الله يغصبك مالي جايه نسعاك ولا جايه نطلبك قد عمرك اولي استغفر الله العظيم باقا واقفه هنا ما تليش بيع يلا 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 دار حمق يلا نمشيو لحانوت اخرى عافاك لالا الله يجازك بخير شي بركه باش نسافر ماشي ولد هنايا وتقطع بيا الحبل الله يكون في العوان اسيدي الله يسهل بغيت نمشي للدار الله يجازك بخير وتقطع بيا الحبل وما لقيتش باش نركب الله يرحم ليكم الوالدين عافاكم وقلت لك الله يسهل عافاكم الله يجازيكم بخير ويلي وسير تقضي حاجه راسك الله يخصبك مرحبا اش حب الخاطر لالا ايوا شهوة عندك هذا الشيء كله شهوة بارك الله فيك وشوف اعطاني هذاك هذا لا 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 هذاك اللي حداه اللي حداه هذا ويلوا ودير بالك معايا شتي ديك الوسطاني نعم الحمامي اي حمامي هذاك 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 اي هذا جبد هذاك تبارك الله على الذوق ديالك الله يبارك فيك الفن مزال هذا مزال صافي خدي اجي يا يما نوري لك دار خوالي عاد تبدا تقول لي انت خدي هذا ولا ما تاخديش هذا الله يصبك دابا قول شحال كتقول دابا انت في هذا 18000 ريال 900 درهم وليك انتيا وعلاش ليا غير ليا انا واش غادي نقول لك سبحان الله الوالدة محطوطها من صوتها الوالدة؟ في ناس الشباب ديالها ابن هذا مخصب ما بقى شي عارف يهضر الله يخصبك ودابا طلقني ورا ليا قول ليا ها جيراني ما يكذبوش عليا خداو غير ب 12000 ريال عرفتيك مليح انت هي الاولى بالصحه والراحه يلا وعبر ها وفي
فين مصطفى؟ الله اعلم فين كانوا؟ هذا قلبي مزيان. زيد قدام اشوفي. زيد قدام قلبي فين؟ انا ناقصك انت. الله يمسخ. انت شتيه ملي كان كيسرقني؟ شتيه وعلى غضنتي يكون شفار. ولي يا ربي يا سيدي غيكون فيا ومنين غيجيني باش نرد الكادو للناس اللي عاطيني؟ وانت نتوما مدوخين راسكم بهذاك الكادو. باقا كترد عليا الهضره؟ باقا يا الفعايا الزرموميه. يا طيحت شهر فين كانوا عينيك؟ فين وعيني يا راه كانوا في رجليا اللي طايبين. تحرك فين كانوا عينيك؟ كي غندير وداكشي جبت معايا حدو قدو والو ما جبتش معايا حتى الزايد اللي غادي والو ما تحرك. بقى كتشوف فيا ولا لعنيتي كل شريتي داكشي في الحانوت الاول ما كانش يوقع هادشي. هادشي باينه مشى من الحانوت الثانيه. وانت باش عرفتي كان في الحانوت الثانيه؟ وباينه من داك وجه السلوقه عيني الله يحفظك يخلعوا ياك. وهذيك الساعه ملي شتيه كون عطيتيه طرشه ولا جوج ولا عيط للبوليس ونجمعوا عليه الزوقه. مالكم عاوتاني اش وقع؟ سرقت سنة ابنيتي تسرقت. وكيف وقع لك ماما حتى تسرقتي؟ كيف وقع لي يا سولا؟ هذيك الصقعه تقول لك كيف وقع لي؟ واحد الدرويش دار براسو سعاي وسرق لالا عنايتي. هادشي اللي فقصك يا ماما؟ وعلى هادشي سهلتيه؟ حسب لي الله يستر غير شي حاجه وقعت لك. الله ينجيني ما وقع لي والو. ولا دابا غير قولي لي كي غندير؟ كي غندخل باش ندخل عند الناس بيدي كطيش خاويه؟ بالناقص لا تمشيش عندهم وحتى لا تلاقيتيهم قولي لهم راكي كنتي عيانه. لا ما يمكنش، هادوك جيراني وحبابي ما عندي عليهم مقاله، خصني نمشي عندهم. ايوا صافي غير تصرفي وغير ما تجيبهاش في راسك ماما عافاك. ايوا ندي شي تكشيطه ولا شي سيرفيس ديال البديع. ايوا حتى هذا حل. ما تديش عليها راكي عارفاها. عندك منظر يلا تبعي. لا تديش عليها راكي عارفاها عصبيه. اختي امك مريضه وغتمرضني انا معاها. راني عارفه فيها الوسواس والاعصاب. غير هاد العشي كنتي واقفه معانا عرفتي رجلينا راه طابو. زهره راه هادشي ما عطاها الله. راه حتى بابا مشى يحمق معاها. يلا اختي الله يعافاك دوزي لي داك لونسومبل الباج ديالي. راه باغيه عاد نمشي عند ليلى صاحبتي وندوز عند لطيفه اختي. يلا جنان السبيل والقلسايا من بغى الزين الحنين في نهار الجمعة وشعلوا النار فيه. لا والله لا هاد المكي خصو يزيدني في الصدق. هاي لا عنايتي جيتي غزالة كتحمق فنة. ومعلوم راني فنة بليلة يطريلك داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. علينا اللي خلقت راسي زين ربي اللي خلقني هكا. اجا نقول لك سناء باقا ما جات. مشات عند ليلى تجيب شي كنانش. هدا غسل يديك؟ غسلتهم. وسد السلسله وتكشط راه انا غادي نبدلها. وعلاش لا؟ لا عرفتي علاش؟ لان هذه فايته لابساها في داك الحضور الاخر والناس اللي كانوا في داك الحضور هما اللي يكونوا في هذا الحضور وغادي يسحب لهم هي اللي عندي خايبه حتى المعاوده. الا لعنيتي والله العظيم الا كتجيك زوينه. اي عرفتها كتجي. وحتى انت وليتي هما وشان كتقول لي هذه زوينه هذه خايبه. الله يغصبك شويني فيك. والله العظيم راه كتجيك فنه مع داك الشربيل الاحمر عرفتي داك. لا ما غنلبسيش الشربيل هاد المره غنلبس البطالون باش نبان همه وشانو قلده وملي ندخل كلشي ينتبه ليا. راه داك التكشيطار دابا هادي تشاي خلاتني دابا وتعطلات وغادي نبقى جالسه ما نلقاوش حتى فين نجلسوا. راه قالت لي يمكن تدوز عند لطيفه تجيب الولد باش نحضيه لكم. وتشعري انا باقا ما صاوبته. ها انت شوف باش انا قلت لك. هانت شوف هات. ها زوينه فنه ولكن غتجيك شويه مضيقه. علاش غادي تجيني مضيقه وانا عاد فصلتها لبستها الاولى والخيط دارها لي سير ميزير؟ لا حيت يمكن شويه غلطيتي داكشي علاش. الله يعطيك العمه خمسه في عينك فسيكفيك الله والسميع العليم. مصاب كون غير كنت ناكل الماكله اللي كتاكل انت وما باين شي عليك. عرفتي شنو دير؟ الله يعطيك الستر. دابا انت ما عندك شغل ما عندك جلسه ما شتي لا ركاني خصهم يتحكوا لا معن خصهم يتعاودوا. جلسه قدامي بحال الزرموميه. سير وجد العزيز كثر دابا باش ملي يجي ياكل شويه عاد يخلط علينا الحفله وانا غنمشي نوجد له شي حاجه. ودابا شتي دابا هذه ثاني كتعطلات
ولا حول ولا قوه الا طوي بعدا هذيك نعين واحد شويه الا تعطلت نمشي نخلط عليها وطوي هذيك التكساطه طويها مزيان طيب المصلح وردها في محلها دابا هادي غادي تخليني كنتسنى بحال عروس تنطر ها هي جات قولي يا بنيتي مالك تعطلت فين كنتي ما لقاوشي دابا حتى فين نجلسوا فين هو كريم فين صافي ماما غير تهدني تهدني راه لقيتها خلات ولا عند جارتها ايوا هنتنا عاد لقيتيني غنخلط عليك ايوا راني تعطلت على حقاتاش مشيت لعند ليلى صاحبتي ايوا وعاد دوزت لعند لطيفه اختي ولاد الزعن عند لطيفه اختك ماما راني جبت معايا شنطه د الحوايج هو سير 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 الله يرضى عليك لبست دغيا حوايجك راه حنا معطلين زهره سمعي مزيان عرفتي حنا غاديين دابا للحضور ورد بالك الشفره راه غاديين ماجيين ما تحلي الباب حتى لشي حد ودابا لعنه تيكون من ما كاينش كريم كون ديتيني معاك للحفله ايوا خر الزمان هذا ملي تولي الخدامه تمشي مع لاله للحضور وعلاش ماما كون يديناها معانا واخا تبعنا بعدا غير الحلوه يا الحمقى واش باقي في هذا الوقت اللي كيخرج ويخلي دارو خاويه سير سير نقص هضره انت وسير سير بيني لبس حوايجك يلا بديتي فيها عاوتاني عفينكو لالا الدوج سنة زور زور هلا عزيز فين لالا مشاور الفرح عند لالا رحمة نسيت وسيت الله يرضي على بنتي وجدي لي شي حاجة ما ناكل باقي ناكل ولا نرتاح راه كيعينوك عزيزي إيه ولكن أنا مبغيتش نمشي وجدي لي الله يرضي عليك شي حويجة تكون خفيفة باغي ناكل ونرتاح ودابا تقلق عليك لالا عنايتي وين طرنو أنا نعيط لهم بالتليفون باش ما يتقلقوش عليا وسيدي وجدي لي شي حاجة ما ناكل ولكن عزيزي راه ما كاين ما ولكن إذا الله يهنيك طرنو هاد الصباح ياك ما كاين باس ندمتو ومشيت لذاك الزغبيه ديال الحفله ديال البارح كون صحاب لي غادي نلقى هادوك البرقاقه تما والله الا مشيت على من كتهضري على هادوك اللي خليتيني حداهم ومشيتي جلستي حدا صاحبتك ومالهم هادوك هضروا فيك يلحيهم حتى يهضروا فيا انا سهله اليوم عرفتي يا سناء كانوا كيهضروا شي هضادر شي هضادر عرفتي تنفخوا ليا راسي دخلوا ليا الوسواس فاش كانوا كيهضروا كانوا كيهضروا على الرجال والتحرميات ديالهم وانت يا مالك يا ماما اش دخلك في هاد الشبوقات اش دخلني في هاد الشبوقات لان داكشي اللي كانوا كيهضروا فيه وليت كنلاحظوا هاد ليرات في باك راك دائما كتهمي بابا مسكين وكتعدي عليه وكتلفقي له داكشي اللي ما فيهش واخا لالا نتبعوك في هضرتك علاش البارح ما خلطتي علينا للحفله كيف متفقين خسر علينا تليفون وتهنا ايوا راه قال لك كان عيان وما عنده كانا وزيدون اشنو غادي يمشي يدير هو تما وسط هذوك العيالات وغير الدراري الصغار اش من دراري صغار كانوا نيت الرجال الشلاغميه المسقدين اللي كيتبعوا عيالاتهم فين ما مشاو اها دابا هادشي انت هو اللي بقى فيك واخا نتبعوك لالا على كلامك هادي ندوزوها ايوا وهذا الضل البيضاء اللي ولا خيطه زيته كل نهار وملي كنقول له نمشي معاك كيكر يركبوا فيه العفاره السليمانيه وكتنوض فيه العافيه وكيقول لي لا ماما ماما الله يهديك واش هو كيمشي قد يشغاله في الضل البيضاء انت علاش غادي تمشي معاه نمشي عند اختي نجلس معاها نعاود ليها وتعاود ليا وفي العشيه ملي يسالي يرجع ليا شنو فيها هادي لا سمحي لا والو لا 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 انا قلبي حاس هادي شفتك هادي عمات باك عنده شي حاجه عنده شي حاجه والله العظيم الا دخلت الوسواس بالمعقول الله يغصبك لا لا عزيزي فاق فاق انا غادي نوض ليه دابا غادي نوض ماما صافي بدلي لنا هاد الموضوع الله يخليك هاد الموضوع هو اللي غادي نجبد دابا وديك الساعه غادي تسمعي كلشي على ودنك باش نفرقعوا هاد الدلاحه وكل غازي يقصد بلده هالعار هالعار الا ما خلينا نفطروا غير هاد النهار على خير واخا لالا هانا غادي نخليك تفطري انتي وياه على خير وديك الساعه طليه علقيه في ودنيك انا غادي نعطيكم اتساع ياك لاباس اش وقع ما وقع والو الخوى الخاوي ديال كل نهار وشتي دابا انا كيفاش عايشه معاها زهره نعم لالا
سيدي عجبني تعطيك الرضا، بغيتك على واحد الحاجه. اشنا هي؟ بغيتك ديري ليا شي خدمه مهمه. على هادشي كله اللي كندير انا ماشي مهم. لا هذه خدمه واحده اخرى، ولا خدمتيها ليا مزيان غادي نخلصك غندور معاك. واخا لالا. وحلي ودنيك وسمعيني مزيان اشنو غنقول لك. انا كنسمع. الحاج مالو؟ بغيتك تحضيه ليا في الحانوت. تحضيه في الحانوت؟ ايه تحضيه ليا في الحانوت، تشوفي مع من كيهضر ومع من كيتكلم ومع من كيتزافط وشكون اللي كيدي من عنده السلعه ومع من كيوقف. راه ما فهمت حتى شي حاجه، اشرحي ليا. عارفه يا بنيتي عارفك منون خاوليني، غادي نزيد نفسر لك. سمعي دابا الحاج مشى غادي يمشي للحانوت وانت غادي تتبعيه وغتوقفي من البعيد. رخا الله، يا ثلاثه د السوايع يا اربعه يا خمسه وما تجي حتى تجيبي لي الخبيره معك. نبقى واقفه هذا الوقت كله وانا حاضي يا عزيزي. وشنو فيها؟ مالك ياك غير واقفه؟ سهله مالها صعيبه؟ لا ماشي صعيبه، انت كلشي عندك سهل. يلا ودغيا دغيا باش غير هو يخرج وانت تبعيه. يلا نضعف بنيتي، سيري عطيك الرضا سيري. يومين ثلاث ايام وانا حاضي يا عزيزي. الله يا ربي الله. بس كي دايره؟ وفين غيوبك؟ غير في الدار، ما كنخرج ما كندخل. والله ما يسحب ليا غير مسافره. مسافره؟ ما واتاني غير السفر، انا من داك الحفله المزغوبه وانا مطعونه. وعلاش؟ على ما عرفتي شي علاش؟ من داك الهضادر اللي كنتي وكتهضروا قدامي. على رجال الغداره. عرفتي من داك النهار وانا شاكه في المكي، عرفتي وليت حاضيه في الخرجه وفي الدخله. فكرتيني. واحد النهار كنت دايزه قدام الحانوت دراجلك. ايوا وشنو شتي؟ شنو قول قول. هو غير بلاتي وانا نلقى واحد المراه واقفه عنده في الباب. مراه عطاها شي حاجه؟ كان كيضحك معاها واحد شويه وهو يضرب ليها على كتفها. ويلي يعطيهم ضربه. ايوا قول قول، كي دايره؟ طويله قصيره غلاده رقيقه زوينه خايبه؟ غير قول انت غير قول. غير بلاتي ما زوينه ما خايبه، غير اللي بان ليا باللي كتعرفو. ما تكونش هذيك ما هذيك جارتنا؟ شكون هي؟ مالكه اللي ساكنه معنا في الحومه. هذيك الطويله المنفخه. لا 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 ماشي هي هذه. وشكون غادي تكون يا سيدي ربي؟ وشكون غادي تكون؟ بغيتي تعرفي شكون؟ ما نكرهش يا حليمه، انا مزوقه فيك اختي. ايوا دوزي يلاه امشي وانا وياك لواحد الشوافه. شوافه؟ ولا يا اختي ما انا ما موالفه كنمشي عند الشوافه. الله ينجيني. هادي راها مودرن وراها تقبطلة. اجي وانت مجرباها؟ راه هي اللي نافعاني مع راجلي. وديني مع ديني عندها دابا انا مزو. ها شوفي حليمه راه بكحبل بحلاوتك. ويلي على هادشي بيناتنا. وشوفي غتجي عندي ولا نتلاقاو فشي محل؟ غيكوني هاني، انا غنجي عليك حتى للدار. ايوا صافي وعندك تنسى. يلا بسلامة. والله يهنيك هاد الساعه. شنو شفتي؟ شنو بان لك؟ خليني عافاك نرتاح. ولي على خليني انت، انت بغيتي ترتاحي وانا نبقى على النار. قول لي عاود لي قول لي شنو شفتي وشنو بان لك. يلا سربي سربي دغيا. كنت واقفه قدام باب الحانوت. ايوا ما بان لي حتى شي حد. ايوا الحمد لله. ما عدا واحد المراه. مراه؟ ها وي استغفر الله. كي دايره هاد المراه؟ طويله رقيقه غليظه رقيقه دبان زوينه خايبه غير قول قول كي دايره؟ طويله واحد شويه. اييه ولابسه جلابه.
وعلى بغيتيها تكون عريانه قضاء عمرك ما على ما تكون لابسه الجلابه. وشحال بقات في الحانوت؟ قولي واحد الساعه. نص ساعه. ثلث ساعه جهد باش تمشي للمارشي وترجعي للدار. ربع ساعه نيشان. اويلي استغفر الله، ربع ساعه راه يمشيو فيها الناس الوجده في الطياره ويجيو. وكي دايره؟ كي دايره الجلابه اللي لابسه؟ انا بغيت غير الجلابه بعدا. سربيني. مخضره. مخضره فيها شي صفوريه. فيها الصفوريه. عرفتي شنو ديري؟ نقولوا زرقاء ونتهناو. نقولوا انت ما عرفتها واش مخضره ولا فيها. نقولوا زرقاء وتهناو. واش هي الزرقاء ديال؟ اجي 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 غير معايا. ماشي كملي دابا، عاد كملي ليا. نوض نوض وقف كمل ليا. والمراه كي دايره؟ كي دايره هي هي القلده القلده ديالها كي دايره؟ وانا في الحقيقه كنت واقفه بعيده على الحانوت وكاع ما حكرت ليها انايا كاع ما شفتهاش. الله يسبك كتهز علي كتهز علي. دايره كي ميت العصر ما كتدي خبر ما كتجي الخبر قضى عمرك. شكون اللي عاجبك راسك ياك لاباس؟ انا عاجبني راسي ياك اللي قلتي لي عليا كنديرو. شنو زعما؟ وراش داني كاع هاد الشابو بقات كاع كاملة. مالك كديري هاد الشي فابور؟ راه كتخلصي عليه. عاد مغميتك جات البارح ودات قطة ديال المفالس. وانا ما عارفة والو، كون عرفت شي حاجة كون قلتها لك نكذب عليك. وسير سير قضي عمرك، هز شروتك وسير دخل الكوزينة. اجي وقول لك اجي. وزدت الطبلة عزيزك راه هو قريب يدخل، سمعتي؟ يلا سير. اجي اجي عزيزك ملي كنتي حاضيه ما شافكش. هاي عزيزي راه ما شافنيش. شكو شافنا كره فضحتنا فضيحه. علاش ياك لاباس؟ ماشي واحد لاباس بدا كيبصل عليا بغى يهضر معايا بالسز. زعما على زينك والله يعطيه العمه، حتى انت زعما همه وشان وغادي ينقوا عليك الناس. وسير اخت الله يجيبك على خير. غلطه مع راسك وسير تقضي حاجه راسك. شوف اجي اجي دير داك الشيء اللي قلت لك وانا غادي نمشي عند واحد الشوافه نعتتها ليا لاله حليمه. قالت لك يا لاله دقتها ما كتنوض غبره، غادي تفوسخ ليا لعزيزك واحد التفوسخه حتى تردو حرير بين يديا. فين كاوا انعام سيدي، فين ما درتو يضر. وكي جيتك بالصبا لاله دير لك شي حاجه غير باش تهدني. وسيركم قصاد راسي الله يغسلك طير. شكون هي هاد المراه؟ ايوا يا المكي ايوا. والجلابه اللي لابسه كي دايره؟ ايوا الحصول الشوافه غادي تقول لي هادشي كله كي داير. سيدي هانا. مرحبا 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 ونهار كبير هذا. مرحبا بلاله حليمه واللي جا معاها. بارك الله عليكم. اختك هادي؟ بحال اختي غزاله تبارك الله عليها. تفضلوا تفضلوا طلبوا التسليم طلبوا التسليم وقولوا لطيف. ايوا انا غادي نخليكم باش تهضروا في خاطركم. لا حليمه لا، انت اللي جبتيني تبقى معايا، انت مطلعه على كل شيء بقى. تسليم تسليم للمريض اللي مكان ولا هي كاين شي اسره ما يمكنش نقولها قدام كلشي. ايوا لكن هكا هادي اللي درق عليا خمس وجهه. خرج عطاني باتساع سايني حتى نسالي. اصبك تكلسوا تفضلوا طلبوا تسليم تسليم للمري اللي مكان. بسم الله باش بدينا وعلى النبي صلينا. يا الجواد يا مري اللي مكان، يا الجواد يا مري اللي مكان. العفو يا مولانا العفو يا مولانا. بوحدك يا لاله ولا معك شي حد؟ بوحدك يا لاله؟ لا جيت انا وحليمه. بغيت نقول لك واش على زمانك على كبدتك على سرقه؟ احياني يا لاله انا جيت على راجلي على مولا داري. الله يخليه لك يا لاله. هاكي هادو اش غندير بهم؟ ديرهم على قلبك ونوي هذاك الشيء اللي باغا نقول لك. واخا لاله هو الاول. الا خدوش هنا على قلبك وقولي على جيتي تشوفي. واخا 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 حليم انكي ولد كنزه. لا يا لالا لا يا لالا لا، قوليها غير في خاطرك. في خاطري واخا. انا غادي نقول لك اش كاين ونجيب لك الحق. واخا لالا. ايوا خلاص عطيها الكارطة. واخا هات هاك شوفي. الا جيتيني في الروام وتقضى ليا الغراض هادشي اللي لابسه كله غنشري لك بحالها.
ان شاء الله هذاك شغلي يا لالا وانا قاده به. هاري شنو لالا؟ الفتوحه لالا باش ربي يفتح عليك. واخا ويقدر الله الغرض. امين. تسليم تسليم. العفو يا مولانا العفو يا مولانا. سليم سليم المولى بالبعد. الله يقضي الغرض لالا الله يقضي الغرض. ها قلبي هات خمامي ها باش ياتيني الله. هات خمامي ملي من لالا ملي من ملي من ها قلبي ها قلبي ها تخمامي تخمامي ها باش ياتيني الله ها باش ياتيني الله. قلبك لالا مغموم مغموم مضيومه مضيومه ضايقه بك الدنيا ايه. ولالا حتراش لك تغير معاك ياك ايه. قولي ايه وإلا إيه. كان هادشي ماشي بالصح قوليها لي. كتباتي الليل كامل سهرانه سهرانه لالا والراجل ديالك بالو ماشي معاك. ما بقاش هو هذا كما كان شحال هادي ما بقاش كيديها فيك. قولي الله يبعد علينا ولاد الحرام. امين. يا سيدي هاتي طلبي تسليم طلبي تسليم تسليم. اشنو شفتي قول قول اشنو شفتي هاتي في هاتي فاش قول 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 عافاك اشنو قولي الله يبعد منا ولاد الحرام. امين. هاتي في هاتي في يكون خير ان شاء الله ولا اني اللي وقف في طريقنا نطيروه. طيروه لالا شكات ساين عندك لالا عندك لالا في طريقك واحد النهار. هانتي هذه هي مولات الفعايل الزرقاء هذه اللي باغيه تدور لك براجلك هاد الايام. هانتي شوف شوفي كي لاصقه فيه بحال العلقه. ها شوف كي لاصقه فيه. هاي قالت لك لاصقه فيها والله الا لاصقه فيه. مربوعه القد وشعرها قصير وعينيها نقول لك ما هما خضرين ما هما زرقين عينيها مخلوضين. هذيك ما عينيها لا خضرين ولا زرقين ولا مخلوضين هذيك عينيها زرقين. ويلا عرفتيها ردي بالك منها راها عقرب. عرفتها حليمة خبر فراسك. أيه هذه يا لالا هي مولات الفعايل الزرقاء وهي اللي باغا تدور لك براجلك. قضيت ولا مازال؟ الله يقاضيك. سير درق خمشاشك عليا بقى ما ساليت. وانا قلت لك تنساهي ونعيطو لك. سيري هانت يا لالا الاولى غنعطيك هاد التبخير غادي تبخري بها مزيان وتبخري معك حتى الدار. واخا لالا اجي نقول لك وهاد التبخيره ما فيهاش الريحه. تسليم طلبوا تسليم ما خدوش. اه وصافي زعما لا عندها شي نويه اخر باش ما نتفضح شاي. طلبي تسليم لالا طلبي تسليم 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 لالا تسليم. والثانيه غادي تمشي سيدي بو العروق. وفين جا هاد سيدي بو العروق؟ غير سولي عليه راه كلشي كيعرفو. غتاخدي منو الماء وغتمشي تسيقي به العتبه ديال الدار ديالها. شوف بجهد الله والجواد غادي تبعد وترحل. طلبي تسليم من مريم المكان. تسليم تسليم لالا تسليم. شوفي ما تنسايش سيقي باب الدار وفمك بسدود. حتى اللي عيط ليا ما نقول له شي نعم. تسليم 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 تسليم. الجواد ما معاهم لعب. خلل واش نقول لي دابا؟ قل لي دابا عفاك هادشي غادي يقضي ياك؟ غيديري لي ديري لي وحاشتك عند ربي مقضيه. صافي بجهد الله والجواد. العفو يا مولانا. وعندك عندك يتقضى الغرض وتنسين. حرام حرام شتي لا تقضى لي الغرض ما غادي تكوني غير مبرعه مع راسك. خفتك غديري لي بحال شي وحدين غير كيقضيو الغرض وكيغبروا قياس الخير. لا واه لا واه انت غتشوفي. شوفي يا شريفه الا تقضى الغرض وبان الضو ما يكون الا خاطرك. ايوا خدوش. نعم اي 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 مولا كنسلي العفو يا مولانا العفو. هانت هاك بسم الله الله يقضي الغرض ان شاء الله ما يكون غير خير. اسمع راسك يلا نمشيو بحالنا. لا غير سبقيني انا مازال واحد شويه. واش غتقص انت دير ماشي شغل وصافي. اه وملي عندك شي شغل الله يعرضك السلامه زهراء. سليم سليم لالا تسليم الرجال المكان. دابا اللي قالت لك انا غادي نمشي منين نعرف انا هاد سيدي بو العروق؟ زهرة انت اللي غتمشي ليا لهاد سيدي بو العروق. انا ايه انت مالك؟ اويلي انا منعرفه فين نمشي ولا منين نجي. الله يغصبك انا اللي كنعرف حتى انا ما كنعرفش بحالي بحالك. انت راك كتعرف الجن الكحل ولا الشيطان فين دافن ولادو.
غتمشي بالزمنك اخرى في كل الارض. الله يا ربي شاد المحنة. انت ها الفلوس لا يصحابك غادي نخليك تمشي على رجلك ما ناشي حمقى. شكاس شوف يعطيك العمى غير كنحل بزطم كتدلي عينيها حتى كيطيرو غير بعينك. ها انت ها ها الالف ريال ها هي شوف ها هي شوفها قلتها مزيان في يدك ها وسير في الكار في الكار الرخيص سمعتيني عندك تمشي كتفتح ليا في الطاكسيات ولا في الكار الغالي في داك الرخيص ويرد عليك الصرف ها وراني غادي نسول بشحال كيركبو واسر براسك ودابا تكون هنا شوف وحتى عزيزك الا سول نقول له راه مشيتي تشوف امك. الله يا ربي واش قدرتي عليا سيدي ربي. اهلا الغزال الفنا مالك شتو وجهك مبدل عينك مخطوف ليك لاباس؟ ما مالي والو ما عندي حتى حاجه انا في عار الله انا بغيت عين نطمئن عليك عندي واحد المشيه واكده للدار بيضاء ما نقولش لك عليها خلي لك مفاجاه بالحق دابا يعاود لك الحاج عليها خليتك على خير الساعه والسلامه الحبيبه. قالت لي عليها الشوافة هو هادي عينيها فاش عينيها عوالة على خزيت بالحق يا ميمت هاي اللي كانت هي باغية تطير للراجل أنا غادي نحيد لها البلابس ديال عينيها ونلعب بهم البي. دابا يفرج الله عليك. انا هاد المره ما بقى لي جهد عليها هادي راه ما بقى يقد عليها حتى شي واحد. الا عييتي سيري قلبي على راسك راه كاينين بلاد الناس. انا كون ما كانتش عائلتي محتاجه ليا كره مشيت نقرا ولا نتعلم شي حرفه. راك الا بقيتي هكا غادي تخرجي على صحتك. عندك الحق انا نيت وليت كنهضر غير بوحدي. شوفي يا بنتي الا شفتي راسك غادي تخرج عليك اجي لعندي ونمشي معاك لعندها. سمحي لي اختي حصرتك على خدمتك. ما كاين مشكل راكي بحال اختي. عافاك الا طلقت بك لالا خدتوش ما تقولهاش شفتيني كاع. ويلي على انا بحالها خلاص. ودابا هاد المصبوغه الكفره بالله فين تعطلت؟ دابا راه لقات البناوت ونسات راسها ونساتني وجلسات قولها وضحك عليها قولها وضحك عليها وخلتني انا بوحدي دابا كنتحرق. ولا بس ها هي جات. استغفر الله على حالة ولي شكون اللي دار لك الزغبية داك الشيء؟ يا زهرة ولي الزغبية شكون اللي دار فيك هاد الحالة شكون؟ كضحك عليا وانا بسبب وقع لي هاد الشيء. بسببي انا؟ علاش؟ على ودك تكرفصوا عليا. شكون هما اللي تكرفصوا؟ ملي نزلت من الكار وبقيت مقابلة السيد لقاو لي واحد ربعة ديال الشفارة ولقوني طرش وتكرفص. وعلاش هادشي كله علاش؟ ايوا وانت ما ضربتيهم ما قلتي لهم والو. دابا انا قلت لك انايا غادي نضربهم. ودابا غير علاش داروا لك هادشي غير قولي علاش؟ بغاو الفلوس. ايوا كون عطيتيهم الفلوس حتى الله يهديك شحال فيك. وانا غادي نرجع دابا على رجليا ملي نزلت من الكار ما بغاوش عطاتو شنو قولي الجلابه وحيدوا لي الفلوس بزاف مني. ايوا فاش رجعتي؟ واحد المؤمن مسكين هو اللي خلص عليا الكرشه بلي كتبكي يا ربي لا تحافي يا سيدي. وبركه دخل لك دبر انت وياهم وهاد المؤمن حتى هو معاك
ارى الماء تلق الماء اللي عندي به الغرض. دابا اش كتشوفي حالتي كي دايره وكتقولي لي انتي الماء؟ عويني ما جبتيليش الماء. الله يا ربي الله، المكي غايدير ما بغى ويقول لي قلتها لك. سير الله ياخذ فيك الحق، الله يعطيك طيارة العشاء والناس كتعشى، كي بغيتي تفرقيني بيني وبين راجلك الله ياخذ فيه. أفينك الغزال فينك؟ فينك الغزال فينك؟ أي 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 سيدنا صبح على خطره، هادي شحال ما سمعت سميتها هكا يا مزوقة وملحنة بالطرب الأندلسي. بغيت نفطر معاك. إوا راه البرك مسعود هذا. عريضيك إنما الله يرضي عليك، فهمتيني الحاجة؟ أنا راه ما غنتغداش اليوم، غنسافر. غتسافر؟ ياك كتعرفيني كنسافر نهار الخميس، ياك قلتها لك. ولاش؟ نمشي نجيب السلعة. وعلاش ما جاك تجيب السلعة غير هاد النهار بالضبط؟ لا خدمش، ما مورفاش كتقولي هاد الكلام. إوا أنا اللي عارفة علاش كنقولو. وزعما ما يمكن لكش توخر هاد السفر شي 3 أيام ولا 4 أيام؟ أه؟ علاش بغيتينيش نسافر غير اليوم بالذات؟ واش أنا كنرغب فيك وأنت كتبعك عليا ياك لاباس؟ حاشا حاشا، يا ربي نقول لك خصني نمشي اليوم على ود السيد اللي كناخذ من عنده السلعة، إلا ما مشيتش لعندو غادي يعطيها لتجار أخرين ويخليني أنا كنبرق. إيوا لكن هكايا نسافر معك. مشي معايا مشي معايا على ود النهار واحد. والحاج راني بغيت نشوف اختي، راني توحشت اختي بغيت نشوفها، راه هادي عامين ما شفتها. ايوا صافي بقاي على خاطرك، شوفي خلي من هنا نهار اخر نمشيو نجلسو عندهم النهار ولا يوم ولا الويكاند كله. انا ما بغيتش حتى الويكاند كله ولا 3 ايام ولا 4 ايام ولا شهر، انا بغيت اليوم نمشي معاك، اليوم نمشي معاك رجلي على رجلك. واخا لالا باغي تمشي؟ انا ملي نجي من الحانوت نلقاك موجوده باش نسافروا. ايوا الله يعطيك حجه اخرى، دابا غادي نعطيك تفطر. يلا تمشي نشوف اختي. توحشك توحشك الخير الربح. واش اخبار الفاطمه؟ لاباس اختي ربي يخليك. والحاجه اش اخبارك؟ اللهم لك الحمد. شوف ما عرفتنيش غنقول لك، انت قولي الله اعلم وانا على رقبتي. الا عاد دابا لقيتيني كنقول لمكي والو، ديني عند اختي راني توحشتها غادي نقطعها من الحمل. وحق الله العظيم عرفتي لصقته ما بغاش يديني معاه، عرفتي ما قال لي داك واخا غير بزز حاجه هذا. وحيانا على الحاج، الحاجة الباستون تبدل وتغير، عرفتي كبر وهتر. ويلي اش كنسمع اختي خدوج؟ واجي اجي اجي ما نعمر لك شي قلبك دابا اجي. جيت فطرت علي باقا ما فطرتي؟ لا مازال، فقت بكري وخليت الفاطمي باقي ناعس. وعلاش ما جاش معاك؟ على هو يقدر يخرج من الحانوت لاصق فيه ما يقلعش. هالبيع هالشرا كل جات عليه والله ما يخرج عليها. حتى التليفون شحال هذا ما درتو اختي؟ الدراري والوقت وراك عارفه يدي بوحدي. والله يكون في العون. اجي جيتي في الماشينه ولا في الكار؟ لا جيت في الماشينه باش يبقى لي النهار ندوزو معاك. ولا استغفر الله العظيم، على غادي تبقى معايا غير اليوم؟ وهادشي علاش تفقت انا والفاطمي؟ الله يغصبك. بغيتي القهوه حليب ولا كحله؟ لا قهوه وحليب. ولا لا والشعار تقطع وليتي روميه وصافي. لا تدوج ما بقى سفر معايا على ود جات اختك. هذه جاتك خفيفه على قلبك. لا تدوج لا تدوج ما موالفاش كتكلمي معايا بهذه الصيغه. شوف انت
اش غنشوف؟ بغيتي الصراحة تسمعها مني. داكشي علاش كنقلل؟ أنا حاسة باللي ما غاديش يجيب السلعة. ولاش غادي نسافر ملي ما غاديش نجيب السلعة؟ خنا عليك بالله ما تقول لي شنو عندك في ذاك الرويس. غتسافر معاها ياك؟ نعم. شكون هادي اللي غادي نسافر معاها؟ لأنك ملكة جارتنا. هو عندك الحق، ضحاك انت مع راسك. ودابا عاد كملتي داكشي اللي كان كيخصك. ايوا قول كاين هادشي ولا لا؟ كاين. تلا مليكة، شكون اللي ما يقدرش يسافر معاها؟ مرا طيبه وغزاله ومؤدبه. ولا كتقول لي هادشي هكا يا فوجي يشرح من الله؟ ايه خصك انتي وانا نوقفوا معاها ونمشيو معاها. ياك لاباس اسيدي، علاش؟ شنو فيها زايد؟ المراه حاضيه شرفها، هذه 5 سنين مني ما تراجلها. بغات تعمل الحلال وتزوج. ويلي استغفر الله المكي، تزوج؟ هي من غتزوج؟ خرج لها. هي قل لي دابا، هذيك اللي كانت عندك البارح في الحانوت، جلابه زرقاء خضراء صفراء، هي ملكه. شكون اللي قال لك باللي دازت لعندي شي مره لابسه جلابه خضراء او لا صفراء؟ غير زهره. انا صفتها تسخر ودازت من باب الحانوت وشافتها واقفه عندك. شكون زهره؟ خيار نعيط لزهره. ازهره ولاش الحاج دابا هاد الزهره؟ علاش باش نوقفوا البيضه في الطاس؟ ازهره انا عزيزي. قولي لي يا بنيتي، دزتي البارح للحانوت وما سلمتي شي عليا؟ انا يا عزيزي؟ ايه. ما تقولتي لا لك شي وحده لابسه جلابه خضراء ولا قوقيه؟ لا لا، علاش هي اللي صفطت لي الحانوت؟ قالت لي سيري حضيه. انا يا الزلموميه، انا اللي طيح علينا باطن. سير خرج عليا، سير عطيني ابتسام. ما راه قلتي لي جلسي واحد الساعتين ولا ثلاثه السوايع. سير يعطيك ان شاء الله، سير الله يعطيك غصاب. هاكي لي هاكا هو دابا بديت انا ندوج وليتي كتدسي عليا ياك. هادي هي اللي تيقى بيناتنا. هاك تالا للدج من بعد العشرة والحب والأنس كتشكي فيا وصافي وتجسي عليا. ياك لاباس؟ جلسي انا للباتون وشوفي نسيبك مسكين كيفاش عايش مع هاد المرأة من بعد السنين والولاد. جلسي كتشكي فيا وتجسي عليا. الله يرحم الوالدين، الحاجة اللي ما وسع خاطرك. هادشي اللي كديرها ماشي لخاطرها. وانتي جيتي على صدفة وسمعتي هادشي. الله يخليك للباتون الى ما ردي لها عقلها. ومالك؟ قالوا لك عليا انا حمقى. لا واه لا واه، ماشي هادشي اللي بغى يقول الحاج. شوفي انا للباتون دابا انا مزروب غادي نسافر، وملي رجع نكملوا الهضره. سي الله يديك على خير الحاج. دوز عند فاطمه الله يرحم والديك ان شاء الله. خليك هتخربق راسك. ما عرفتش يا البنت ولا اختي منين جاني هادشي، وليت على اقل من هي حاجه كنشك فيه. هي عندك الحق، الوقت راه خيابت وبنات اليوم كيطيروا رجال لعيالاتهم، ولكن ما تدخليش هادشي راسك. الحاج راه بعقله. سمحي لي يا البنت، سمحي لي، جيتي ولقيتي هاد الصداع قدامك. حتى بيت ما ناقصو الصداع، خصك تنعلي الشيطان. الحمد لله ما ناقصك حتى خير، الهم كتدخليه لراسك. وغتبقاي معايا ياك اختي، ودابا الحوايج ها انت خديتيهم، الا خاصك لالا شي حاجه نزيدها لك ياك. ونبقى معك حتى العشيه. ولا على حتى العشيه، الله يخصبك. غتبقاي معايا على الاقل حتى يجي الحاج. ويلي يا اختي غتمشي وتخليني في هذه الحاله؟ ورا خايبه حتى المعاوده، راه عامين هذه ما تشاوفنا. وانا كرهت حسنة اجت. مرحبا بك خالتي عندنا. تبارك الله كبرتي، توحشتك بزاف بزاف. انا توحشتك بنتي. الله يبقي السر، ولينا كنشوفو بحال البرانيين. كي دايره مع قرايتك؟ الحمد لله خالتي، ربي يخليك. الحمد لله. واش خبر عزيزي الفاطمي؟ لاباس ربي يخليك. اختك لطيفه كتشوفيها؟ كنشوفها لاباس عليها. اخبارها واخبار راجلها؟ الحمد لله ربي يخليك. الحمد لله. خدوش؟ نعم. فين واحد خالد؟ خالد لاله مسافر.
تبارك الله اجي يا ماما ياك عاد جبدناها البارح وديما كنجبدوها على غير البارح الله يخليكم ليا بركه بابا ما خلاليش واحد 200 درهم باش شريت انا شي شرويطه لا لا ماما خاصني على قبل شي كتب متى غادي يرجع هو انت غادي يرجع ايوا يمكن يرجع بالليل باتولي لا اختي لا 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 حسب شي حاجه كاينه شي حاجه باش اخدوج وما نعرف انا اللي عارفه داك الوسواس عاوتاني فراسك شي حاجه ماما دخلها الوسواس بالمعقول عافاكم بركه وعليا بركه اللي فيا يكفيني ايوا انا غادي نمشي للكليه وسير الله يعاونك نخليك خازيسه رجع في العشيه ياك غادي تباتي لعندنا اي هي غاتبات معنا اي ان شاء الله يلا خليتكم على خير سلام الله يعاونك زهرة لاباس عليك انت كي دايره ايوا كنعدي وصافي وكيبقى وجهك شويه والحمد لله واحد لاله خدوجه اش خبارها عدنا زايده في الحماق ديالها اجي هذيك المراه اللي كانت شاكه فيها لقاتها لقاتها ايوا شتي الشوافه ديالي كانت هي هذيك اش من شوافه كانت كتقدر يا عزيزي الصدفه على شي مراه ما مراه داخله للحانوت حتى قال لها هذيك غير لاله مالكه جات تشري من عنده شي حاجه صافي هادشي علاش كانت منوضه الروعه ومدخله الوسواس لراسها وانت كي دايره معاها بعدا كل نهار كتلقى لي شي مشكل وانا خصني نقلب لها على الحل ديالو منوضه الرعب في الدار حتى ولدها هرب عليها ايوا انا قلتها لك الا بغيتي نقلب لك على شي دار اخرى راه ما كاين حتى مشكل على كاينين شي ولاد الناس اختي انا بنت اللي غنمشي نرجع لدارنا لا واه لا واه انت دابا راه خدامه على عائلتك ماشي غتزيدي عليهم بالمصروف انا عييت ايوا شي نهار الا ضاقت بيك اجي عندي لداري راه ما كاين حتى مشكل انا عارفك انت مرة طيبه ايوا سيري ما تعطليش عليها دابا دير لك شي طاب وشي مطاب الله يهنيك ايوا بسلامه ما عندي منين يدوز وما عندي قانا لا مالكاش عندك خفت دابا غير يكون مشى عند هذيك لاله ام مالكه منين على الشيطان عرفتي شنو دابا انا راه ما نتهنى ونكون في قانتي حتى نصيفط نشوفها واش كاينه في الدار ولا لا الله يهديك خلي عليك المراه خلاص خلاص البات وخليني انا اللي كنعرف اصلا شنو غندير زهره ازهره انا لاله غتمشي تسخر ليا فين عند مالكه تجيبي لي من عندها البرمه والكسكاس يقول لها حنا عندنا البرمه والكسكاس هي دياولها كبر من ديالنا لالا غديرينا الحفله الله يخصبك اجي اجي باقي ما كملت معاك الهضره ها وغتسقسيها وقتاش غدا للدار البيضاء وترد عليا الخبر ها ويلي وانا علاش غنسولها شتي يا اختي شتي فاش عايشه يا انا سيري دير داكشي اللي قلت لك وسربي راسك واخا لالا الله يخصبك جيا لا والو صيفطاتني لاله خدوج مالها البرمه والكسكاس عفاك ديالك البرمه والكسكاس على ما عندكمش البرمه ديالنا صغيوره هي جايينكم الضياف ولا شي زرده هادي بحال داكشي ماكشتك مقلقه لا والو غتمشي للدار البيضاء هي قال لها الحاج انا غير سمعتهم كيهضروا وبغيت نتاكد ومازال ما قررتش هاد الوقت قولي ليا واش هي اللي صيفطاتك تعرفيني اش مشيت ولا لا وانا قلت لك راني غير سمعتهم غتمشي دابا للدار البيضاء وبنتي اللي تتدخلك المرض ديالها الله يحفظني الله يبقى السر حتى اختي البرمه مشي بحالاتي مين عليك ما كتعرفيش تكذبي دخلي دخلي بعدا دخلي زيدي واش تي البات ولا اختي انت دابا جيتي على غفله ولقيتي كلشي على عينك شفتي كلشي على عينك ها هو دابا نص الليل هذا والراجل باقي ماجا ايوا راه الصفر هو هذا سيبيت هو باقي ما شال شغاله اش من شغال عنده اش من شغال الله يخصبك حتى انت كاين شي شغال في نص الليل بالحق هذيك هذيك اللي في عز الرموميه ديال زهره هي سبابي باغيه تشتت لي الشمل بغيت لها السخط الا كان من السماء ينزل ليها ولا كان من الارض يطلع لها هي سبابي يا لاله غايره مني على ود انا مزوجه وهي باقا ما مزوجاش وعمرها ما غادي تزوج غايره مني غتبقى ديما بايره عرفتي شنو مشات لاله قاتلو راه انا اللي صيفطتها تحضي في الحانوت ايوا هادشي بصح ولا كذوب وقولي انت الحق وخلاص الباتول خلاص لا تبقى تحكوا على دبره
زعما تكذب على راسها. ايوا انت مرتو تغلبي عليه وهي مسكينه يعطيها جوج طرشات يخرجها مع الباب. لا خدوج ما تعيقيش وحشومه هادشي اللي كديريه. زهره ما دير والو بها. واخ واخ شتي لاله الباتون ولا الظلم فين عايشه انا دابا؟ الباتون شتي على عينك دابا ما كدير لا شغل لا مشغل ما كتغسل لا ما عندك كتحكر ثاني جالسه مقبلاني كتصمت عليا كدير الفلوس فابور دايره لي سيرفيس لودن لا لا ايوا ما ديش عليها. شنو كدير كاع اللي كاين هو هذا؟ لا 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 سمحي لي لا الباتون انا حاسه بشي حاجه عندها معاه شي حاجه دايرين الاتفاق مشاركين هي وياه شي حاجه. انا مدخله معاه في شي حاجه وكل ما دارت شي داكشي اللي قلتي ليها كره وكوكا عباد الله كره ما عرفت مسكينه كي داير نهارها معاك. واخ بعد هذيك المره اللي شك فيها الله يعمرها دار راه انت اللي اتهمها. انا متهمها انا دابا وليت متهمه في المحكمه. أيه يا كان كروفيتا اللوية ديال جوج دريان. الباتر كي دايره معايا هاد المرا اللي قالت لي كنديرو وزيد عليا حتى بالضرب. يعجب يا بنتي تبدلات عليا اختي ما كانش بحال هكا. انا غتسال عليا الصبر شنو راه دير غتقتلني ولا انا غادي نتصدى؟ لا حول ولا قوه الا بالله اختي تبدلات. واش اللي قلت لك صافي دابا هذا ما بقى له ما يجي ايوا يندب يدخل له ديبر الا بغى يبات غريبات. بركة خدوج بركة فقستيني وطرطقتي ليا مراتي كنت حابلي بحكا والله ما جي لعندك. الله يرسمك. وا نيت اجي بابا غادي يبات اليوم في الدار بيضا ولا شنو؟ راه داز عند الفاطمة وقبضوا مالكو. الا الا سمحي لي يا اختي الباتول هادي ماشي دقة الفاطمة. لا هادي دقة الفاطمة هي بركة. ماما بركة غادي يبات غير عند عمي. العجب حنا بعدا كنديرو كتر من جهدنا وكنتهولو على الرجال كتر من القياس. بعد شي عيالات قلبهم ميت ما عندهم سوق في رجاله يا جاو يا ما جاو وحنا عانت. ويلي 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 غلبني الناس حتى انا بديت كنترخى بنتي انت بغيت نبقى قصاره معاكم ولكن ما قديتش. ايوا نعسو نتوما اللي قلبكم هاني اما انا غنجلس نصرف وعد الله غنتسناه واش غادي يجي ولا لا. تصبحوا على خير. صباح الخير ابنتي. ريت صباح الخير. صح مالك شنو عندك؟ لا والو هذاك الوسواس ديال امك انا وقتش قد عليه. وهادشي ماشي عاد اليوم راك عارفه فيها دابا يدوز على حالك. ودابا حنا وصلنا حتى للضرب. الضرب؟ لا هادشي ماشي معقول. والله كما كانوش خوتي باقين صغار ومحتاجين ليا لبقى دقيقه وحده هنايا وزيدوا ديك الخلصه اللي كتعطيني راه ما كتكفينا حتى حاجه. غير صبري غير صبري كما قلت لك. انا نيت هنا صبره على ودك انت وعلى ود باك. دابا غير تهبطني وملي غادي يجي بابا انا اللي غادي نهضر لك معاه. انا راه ما بقى فيا جات حتى حاجه معاها. ازهره يهديك الله غير هاد الليله ومن الغدا يحن الله. وسير اختي تنعسي سيري. وقت عندي قال الناس وصافي صافي نوتي سيري تنعسي. بقايا الزرموميه اللفعه بقى فايقه قصاره ما عندك غرض. وجابك الله نيت باش تمشي تشوف هذيك المخليه د ملكه واش جات من الدار البيضاء ولا لا. يلا نوض هو الاول. والله ما نتحرك من هنايا. كتحلف عليا يحركوا عليك ان شاء الله الفياله والعودان والنموره والصبوعه. واسمع شتي هاد المنحوسات كتقول شتيها؟ عندها الحق ماما. واش كاين شي حد كيخرج في هاد الليل الزنقه؟ هادي راه جنيه والجنون يخافوا منها. واش انا دابا تبغي انا لاله خديجه الغزاله نمشي بقدي بقامتي كنهمص في الحفاريد الزنقه باش نشوف ملكه واش كاينه ولا لا؟ لا حتى انت ما تخرجيش راه الليل هذا والوحده هاد الليل هادي. هادي راه ما كتحس بتا شي حد. انا ما كنحسها ياك. الله يعطيك ان شاء الله الحساسيه في الجلد ديالك كله. صوعتك طياره طيرك. امين بحرمت انا حتى انايا ياك وليتي كترد عليا دابا الهضره.
واشنو دابا؟ واخا نعطيك 100 دريال ما تمشيش تسخر؟ لا والله ما نمشي، وديري اللي بغيتي. ندير اللي بغيت؟ ياك سمعتي شنو كترد عليا الهضره؟ ها هو دابا انا غادي نمشي باش ما نرهش عظامي ويولي لهذا، وغدا ان شاء الله يا زهره يا بنيتي ها وجد راسك للشوا، عظامك ولحمك غادي يتشوا. ها انا باتون الباتون سبحان الله نوض 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 مالكي؟ آه المكي المكي راجع. جا المكي؟ ايه بتجا كم حسيت ما نعرف، انا دتني عيني غمضت واحد الغميضة تنت لقيته قدامي واتبعني تبعني تشوف على عيني. اجي تشوف على اللي هانت هانت شوف والله لا بصح ناعس بحوايجه خدوش. نعم شكلت كلي نعستي كيف جاتكم هذه المفاجأة؟ خلحتيني كيف درتي ليها؟ الفاطمة على سلامتك. وقت جيتي؟ مع 4:30 الصباح كنا هنايا. إيوا كيف ترى وجرحتي جيتي معاه؟ شوية شوية سي مكي نعس يلا لبرا ونفسر لكم. واخا يلا زيد الفاطمة زيد مرحبا بك. الله يبارك فيك أبو كيرة أنا خطيش الله يبارك فيك. إوا كيف ترى وجرحت جيتي مع الحاج؟ أنا اللي قلت له نجي معاه. إوا لالا باش ما تبقايش تلاحظي عليا وتقولي باللي الحانوت شاداني وشغلاني. إوا لالا حنا خلينا هاد الحانوت وجينا. إوا لالا يخطيك الفاطمي، أنا غادي نمشي نفيق المكي. لا 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 خطوش خليه يشبع ناس حتى يرتاح مع راسو. إوا راه أختي الليل كامل ما نعساتش، بيتها مقلقة على الحاج. إوا اللي كيمشي يتقدى السلعة راه ما كيعرفش راسو وقتاش غادي يسالي. من هاد الحانوت الآخر الحانوت الآخر. وصل عندي حتى العشرة ديال لي صابني حتى انا عوال يا وجيت ودي لكم المفاجاه. توحشتي انا فاطمه معلوم. ايوا وشنو راك عزيزه عليه وهو عزيز عليك. سورتي سورتي والزهر والميمون ملي كيكون مقعد والرجال المسقدين ماشي بحالي انا ما دافي حد جالسه بحال شويش دلهم. ايوا رجع في الله انا غادي نمشي نفيق داك السقعه نقعد توجد لينا الفطور. على الحاج ما قالكش المشاكل اللي بينو وبين اختي؟ لا شنو المشاكل؟ خليتها نمشي للدار ونعاود لك اسكت يلا. الباتول ما لقيتها شي. شكون هي السقعه مقعه ما لقيتها شي في محلها؟ ايوا مشات الحانوت تسخر تجيب شي الحليب ولا شي حاجه. لا ما مشى بلاتي بلاتي نمشي نشوف. الفاطمه يكون شتي اختي كي ولات ولات بحال المسعوره هكا تغوت الليل والنهار. مالها كيف ولات؟ مع الخدامه شد ليا القطع لك ما فهمتش علاش ولات خلعاني انا اختي بزاف كاع. كاع الناس كيوقع لهم هادشي مع الخدامات الله يهديك. لا لا اختي كثرات هو تاليا انا سير الله يغصبك سير الله يغصبك بزاف كاع عيقات. هي جايه سكت باتول بارتها الحراميه جمعات حوايجها ومشات. ايوا اختي راه معذورها معذوره اختي ما تهرب كاع ولا اله الا الله محمد رسول الله منك. الله يغصبك الله يغصبك. ايوا صافي الا مشات هي دابا يجيو 10 منها. ايوا هي جات. ايوا شتي هكا تغوتي باطل هكاك عليها مسكينه. ايوا حتى ما لقات فين تمشي بقات كدر في قبيل الزناقه وعاود رجعات بالحق. ها انت دابا غتفرج غتشوف على عينيك غتشوف شنو غندير فيها. غادي نعطيها نهارها بالفايت غادي نبدا نشوي لها في اللحم وفي العظم هكا انت غتشوف. واش شتي قلت لك على اختي راه مشات اختي غادي نترزا فيها ويا هكاك وحق الله. لا حول ولا قوه. واصبر صبر بلاتي حتى انت. شنو لالا جاية ديري عندي على الصباح؟ مالك كتكلمي هكا خدوج؟ إيوا شنو؟ ما عجبكش هاي الحال؟ كيفاش بغيتي نتكلم معاك؟ أنا جاية عليك باش نقول لك الخدامة ديالك راه عندي في الدار. أجي 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 وشنو مشات دير عندك؟ قالت لك لالا اللي مابقاش بغات ترجع لعندك وبغات تبقى معايا أنا. ها ساليتي مع الراجل بغيتي تدي حتى الخدامة. شوفي أنا جيت على علمك إذا مشات لك شي حاجة راه الخدامة ديالك مازال عندي في الدار. وبلا ما نطولوا سلام هاد الساعة. ايوا هادي سالات معايا جابت لي الدبوح. اجي وتشوفوا معنا
وشي في الهم يغني والهو حال ويا تبقى أخيار